الوزراء سمير الرفاعي المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية وأساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع مركز جامعة كولومبيا لبحوث الشرق الأوسط. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح رئيس الوزراء سمير الرفاعي المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية وأساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مركز جامعة كولومبيا لبحوث الشرق الأوسط، وبمشاركة أكثر من 500 مختص، وبحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية وعدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال حفل الافتتاح بيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أن المحور الرابع من خطة عمل الحكومة والذي يعنى بالتنمية البشرية والاجتماعية أكد على حقيقة أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتم دون توفر القوى البشرية المؤهلة والمدربة بصورة عالية قادرة على المنافسة في سوق العمل والبقاء فيه، مستعرضاً لأبرز المشاريع الكبرى المتعلقة بالتعليم العالي والتي تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال. لقد كانت المشاريع الكبرى المتعلقة بالتعليم العالي والتي قدمت للحكومة ضمن المحور الرابع وعرضت أمام صاحب الجلالة الهاشمية الملك المعظم ترجمة لبعض من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وكان المشروع الأول هو جعل تمويل الدراسة الجامعية متاحاً أمام 70% من الطلبة الأردنيين الملتحقين بالبرامج العادية. أما المشروع الثاني فهو إنشاء الأكاديمية الأردنية للتعليم التقني والتي ستعنى بالتعليم المتوسط العام والخاص. من جانبه أكد رئيس مركز جامعة كولومبيا لبحوث الشرق الأوسط صفوان المصري أن هذا المؤتمر والذي يستهدف النهوض بالعملية التعليمية في الأردن يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد ضرورة تعزيز البرامج الأكاديمية والتقنية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية. إن مؤتمرنا هذا سيهتم بمنهجية إعداد الطالب الجامعي والتي تشكل تحدياً مستمراً مما يتطلب مسايرة التطورات الحديثة في منهجية التعليم والتعلم والتي يشكل فيها الطالب محور العملية التعليمية، وتتطلب هذه العملية مراجعة البرامج الدراسية وأساليب تقويم أداء الطالب ودمج استخدام التكنولوجيا ضمن الوسائل التعليمية. ويناقش المؤتمر على مدار 3 أيام محاور أساسية في قطاع التعليم العالي، منها التحديات التي تواجه تطوير الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية وطرح التعليم المدمج كمثال على التطوير، كما سيتعرض المؤتمر لأساليب التدريس في الجامعات إضافة إلى آليات تقييم أداء الطلبة وطرح آخر التطورات في أساليب التقييم تلك. بشار الجبور، التلفزيون الأردني.